القسم تغطيتنا التي تنطلق اليوم بعنوان القسم تغطية مشتركة بين دمشق وطهران، نستكمل فيها متابعتنا لنتائج انتخابات الرئاستين السورية والإيرانية. سأكون معكم في هذه التغطية مباشرة من دمشق مع ضيوفنا هنا، وسيكون معكم من طهران الزميل عبد الرحمن عز الدين. إليك عبد. نعم فتون، شكرا لك، أهلا بكم مشاهدين أيضا من هنا من العاصمة الإيرانية طهران. مشاهدينا، سننقل لكم أجواء ما بعد انتخاب السيد إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران، ونستكملها في هذه التغطية لغاية أداء القسم الرئاسي المرتقب في 5 من آب أغسطس المقبل. في هذه المساحة من تغطية اليوم سيكون معنا هنا في استوديوهات الميادين في العاصمة الإيرانية طهران رئيس تحرير صحيفة الوفاق الأستاذ مختار حداد. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا بكم. إذن شكرا لك عبد الرحمن، وأرحب بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وأرحب هنا بضيفنا الدكتور حيان سلمان الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة تشرين. إذن مشاهدينا نبدأ مباشرة من أخبارنا ومن حقل العمر النفطي، وهو خبرنا الأول في شرق سوريا، حيث أكدت مصادر للميادين سقوط قذيفتين على المدينة السكنية داخل قاعدة حقل العمر الأمريكية في دير الزور بشرق سوريا. وأوضحت المصادر أن القصف ألحق أضرارا مادية في القاعدة من دون تسجيل خسائر بشرية، مشيرة إلى حالة استنفار كبير في صفوف الجنود الأمريكيين وعناصر قصد داخل القاعدة، بالتوازي مع تحليق مكثف للطائرات الأمريكية في أجواء دير الزور. هذا وأفاد المصدر بسماع دوي 4 انفجارات داخل قاعدة معمل غاز كونيكو التي تضم جنودا أمريكيين وبريطانيين وفرنسيين. إذن الآن سأرحب من جديد بضيفي هنا الدكتور حيان سلمان، أهلا بك دكتور. تعقيبا على الخبر الأول، حقل عمر النفطي لا يستهدف للمرة الأولى خلال فترة قصيرة، يعني في استهدافين قبل ذلك تزامنا أيضا مع استهداف الكونيكو. نعرف أيضا أنه حقل عمر النفطي هو أكبر حقول سوريا للنفط، كيف تقرأ استهداف هذه القاعدة الأمريكية في حقل عمر النفطي؟ أي دلالات لها؟ بداية أهلا وسهلا بكم في سوريا، سوريا الأساس، سوريا بعد الانتخابات، سوريا قبل القسام. لكن أقول لك أخت فتون، أولا يجب أن نقرأ الظاهرة بسياقها الطبيعي. أولا لماذا هذا المحتل الأمريكي؟ وهنا أقول جنود الاحتلال الأمريكي، كل حسب ميثاق الأمم المتحدة كل من أتى إلى دولة بدون موافقة سلطتها الشرعية هو محتل، وهذه مادة من المواد. اثنين، لماذا تمركزوا في المنطقة الجزيرة السورية؟ وأنا أحب الأسئلة أكثر من الأجوبة. السبب لأن الجزيرة السورية هي خزان الاقتصادي لسوريا بشكل عام وللنفط والغاز بشكل خاص. السؤال الثالث، لماذا كونيكو ولماذا حقل عمر؟ لأنه هي المركز للغاز وهي المركز أيضا للنفط. أتت قوات الاحتلال الأمريكي والتركي وأضيف الفرنسي والبريطاني، والتي يخجل منهم التاريخ في هذا العهد عندما يتكلمون عن الحرية والديمقراطية. ونحن نعي تماما على أن عداوة أمريكا خطر، لكن نعرف أن صداقة أمريكا موت، وبالتالي هذا الهجوم ستخرج أمريكا شاءت أم أبت بطريقين، إما بطريق المفاوضات، وهذا متروك الحقيقة بكل صراحة للأصدقاء، لأنه لا لقاءات مباشرة مع الأمريكان أو مع المحتلين الأمريكيين، أو بالقوة. وبالتالي أنا أرى على أن الأمور تسير ضمن سياقها الطبيعي، ضمن مجراها الطبيعي، لم تحدد الهوية. لكن أقول لك لا يوجد سوري مهما كان انتماؤه، طبعا أنا أستثني عصابات قسد، أستثني الميليشيات التي سترمى على قارعة الطريق عند أول منعطف، أستثنيهم لأنهم هم عبارة عن يعني تحالف عضوي مع المحتل، وسيرمون على قارعة الطريق. ونحن من الناحية الاقتصادية متضررين جدا. أثر علينا. أعطي بلغة الأرقام إذا سمحتي لي. تفضل. قبل الحرب على سوريا كنا ننتج 385 ألف برميل نفط يوميا. كنا نستهلك داخليا بحدود 180 ألف والباقي نصدره. صحيح. كان يمول خزينة الدولة 52%، علما نحن لسنا دولة نفطية. كنا ننتج بحدود 19 مليون متر مكعب غاز. كنا ننتج سيدتي بحدود 9000 ميجا وات في اليوم. نعم. وكنا نصدر الكهرباء قبل الحرب طبعا. الآن انخفض، أقول لك وعلى الهواء،
أقول لك في بعض السنوات انخفض الإنتاج النفطي إلى 2000 برميل والآن بأحسن أحوالي 4000 برميل، وانخفض إنتاج الكهرباء إلى حدود 2800 ميجا وات في اليوم، ستوزع بدل 9000. إذن أقول النقطة الأولى أن أمريكا عدو البشري وعدو الإنساني، وأكاد أقول العالم بدون أمريكا أفضل، هي التي أثرت على قوت المواطن السوري. لم تكتفي فقط في النفط والغاز سيدتي، حرقت المواسم، سرقت المواسم. وأنا قلت في أكثر من مرة هذه ليست سرقة، السرقة هو أن أخذ منك شيء بدون علمك، أما هي تأخذ الشيء وبعلم الحكومة. وصرح ترامب على أننا نحب النفط السوري. صحيح. هذا يذكرك بتصرفات جيتلر، بتصرفات موسوليني، بتصرفات الأبرتيد، بتصرفات الكيان الصهيوني. نعم. وإلى آخره. لذلك أمريكا اختارت هذه المنطقة لتلعب في قوت الشعب. طبعا لها هدف. نعم. هي إيجاد شرخ بين القيادة السورية وبين الشعب السوري. الشعب. لكن والحمد لله الشعب السوري وعى بعد 10 سنوات أن نسير نحو الانتصار النهائي. الشعب السوري وعى على أنه صامد مع قيادته. الشعب السوري والدليل على ذلك الانتخابات التي رأيتموها بأم العين. صحيح. في لبنان سوريا. لذلك أمريكا مخطط الاستراتيجي هو نهب كل الثروات، ولكن ركزت على حق العمر وكونيكو لأنه هو المنبع الأساسي للنفط والغاز. طيب أيضا من ضمن ما استهدف دكتور حيان هو هو الأسواق القديمة. نعم. في كل سوريا. سنعرض هذا التقرير، من ثم سنذهب إلى حلب ومن بعدها نعود إليك للنقاش أكثر. إذن مشاهدينا الآن إلى وسط سوريا، تحديدا إلى مدينة حمص، السوق المسقوف في المدينة أو السوق المقبى كما يسمى هناك، يستعيد حيويته تدريجيا بعد ترميمه على مدى 3 سنوات. يعد هذا السوق من أحد أهم معالم المدينة بعمارته الإسلامية بطبيعة الحال، كما يلعب دورا اقتصاديا بارزا شجع على عودة عدد كبير من التجار إلى محاله بعد نهاية أو نهاية المعارك في مدينة حمص. محمد الخضر جال في السوق وأعد لنا هذا التقرير فلنتابع. السوق المسقوف يعد أكبر أسواق حمص وأقدمها، معلم تراثي بامتياز يعود بناؤه إلى الفترتين الأيوبية والمملوكية. بني السوق وفق طراز معماري موحد في مواد البناء الأولية والتنظيم الهندسي وتوحيد مواصفات المساحة للمحل والمخازن. هذا ما كان بس مركز تسوق، حتى مركز للريف الشمالي والغربي اللي كانوا يجوا. كان هون في عنا مشاغل للقطن، حتى كانت بورصة القطن القديمة كانت موجودة هون بشيء اسمه سوق الإسري، وكان يحوي خان ينزلوا فيه العالم، يستقطب كل تجار الجملة الموجودين. هل وبعدها صار سوق شعبي يجوا يتوافدوا أكثر العالم لأنه في تجار جملة وتجار مفرع. يضم السوق عددا كبيرا من الأسواق الفرعية التي أخذت تسمياتها بحسب المهنة المزاولة فيها، كسوق النسواني والمنسوجات والعطارين والنور والقيصرية. تعرض السوق لأضرار فادحة خلال أولى سنوات الحرب، ثم أعيد ترميمه وتأهيله بعد تحرير مدينة حمص عام 2014 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ليستعيد هذا المعلم الاقتصادي والتاريخي حضوره في الذاكرة الجمعية لأهالي المحافظة وقدرته على تأكيد عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة. نحن كان لنا هدف واضح وهام جدا، هو إعادة ترميم هالأسواق هاي وإعادة التجار لمحلاتها. طبعا الحمد لله بمساعدة السيد المحافظ والجمعيات الأهلية قدرنا نقوم بترميم شبه، خلينا نقول أكثر من نسبة 60%، قاموا بترميم المرافق العامة والأسقف الأسرية الموجودة بهالسوق. محمد الخضر من حمص، الميادين.
إذا مشاهدينا الكرام الآن من حلب ينضم إلينا مراسل الميادين رضا الباشا. أهلا بك رضا. نحن هنا في دمشق بالرغم من كل الألم من عشرية النار وما سببته من وضع رديء اقتصادي على المواطنين السوريين، إلا أنه الأمل محكومون به فعلا، نتمتع به، ننتظر ماذا سيحدث من بعد أداء القسم. هذا هو أمل السوريين، انفتاح اقتصادي، يعني الأمل موجود بطبيعة الحال رغم كل هذا الألم. أنتم في حلب كيف الوضع عنكم؟ نعم فتون، فعلا المكان الذي نقف فيه لا يتحدث فقط عن الأمل، لربما أيضا يجسد واقع حقيقي لإرادة العمل في هذه المدينة. الجميع يعلم بأن مدينة حلب دمرت، المدينة القديمة دمرت بشكل كبير جدا، خاصة أسواق المدينة القديمة. هذا المكان الذي نقف فيه يسمى سوق المجيدية، أو ما يعرف شعبيا بسوق خان الحرير، نظرا لأن خان الحرير يوجد في هذا المكان، ولربما الشهرة الأكبر الذي اكتسبها هذا السوق فضل عمل درامي كان تقريبا قبل 20 عام من الآن، سمي أيضا في ذلك الوقت بمسلسل خان الحرير. كسب هذا السوق هذه الشهرة لربما من هذا العمل الدرامي. ولكن السوق الذي نقف فيه كان مدمرا بفعل الحرب. يمكن أن نلاحظ كيف تم ترميمه وكيف عاد، يمكن أن نقول بالحلة التي كان عليها عندما أسس عام تقريبا، يعود تأسيس هذا السوق إلى فترة متأخرة من العهد العثماني، إلى ما يقارب 1850 من القرنين الماضيين تم تأسيس هذا السوق بعد الزلزال الكبير الذي ضرب مدينة حلب. أسس في زمن السلطان العثماني عبد المجيد وسمي بسوق المجيدية نسبة للسلطان العثماني عبد المجيد. يحتوي العديد من المحال الصغيرة تلبي حاجة المواطنين في ذلك الوقت، إضافة إلى وجود 3 خانات في هذا السوق. الخان الأشهر كما أشرنا هو خان الحرير، الخان البنادقة هو الخان الثاني، والخان الثالث الذي يعتبر هو الخان الأقدم في هذا السوق ويعرف باسم خان إبروك نسبة لأحد السلاطين المماليك. لذلك يعتبر نهاية هذا السوق الذي نقف فيه يعتبر تاريخيا الأقدم هو خان إبروك. نعم. الذي يعود إلى أحد سلاطين المماليك. كما أشرت السوق تقريبا دمر بشكل شبه كامل في نتيجة. نعم. هذه الحرب، ونظرا لقربه أيضا من المسجد الأموي. طبعا المسجد الأموي الكبير في مدينة حلب يبعد عن هذا السوق ما يقارب 100 متر ليس إلا. استهداف المسجد الأموي، الجميع يعلم كيف استهدف المسجد الأموي، كيف دمر المسجد الأموي في هذه الحرب، ودمرت المئذنة إضافة إلى المكتبة والعديد من الأيقونات التي كانت تتواجد فيه، جميعها تقريبا الآن فقدت. هذا السوق أيضا نال نصيبه نتيجة لقربه من المسجد الأموي، ونظرا لأنه كان أحد خطوط الاشتباك في على جبهات المدينة القديمة في حلب. بالرغم من ذلك رضا، انه نرى انه الحلبيين كانوا يعني اول ما انتهت الحرب اتجهوا الى كل هذه الاسواق ليعمروها من جديد. خطه تعمير خان الحرير انتهت من فتره قريبه ورمم السوق على ما يبدو بالكامل. تحدثنا اكثر عن هذا الموضوع لو سمحت. نعم فتون، فعلا مدينة حلب، أود أن أشير إلى نقطة. سنة 2016 كان الزميل الأستاذ غسان الشامي هنا في مدينة حلب ودخلنا إلى قلعة حلب، حجم الدمار كان هائلا جدا. حينها سأل الأستاذ غسان الشامي أحد المؤرخين في مدينة حلب والذي كان برفقتنا، سأله سؤال يراود الجميع، من سيعيد تعمير هذه المدينة وكل هذا الدمار الموجود فيها؟ حينها قال المؤرخ الذي كان برفقتنا، قال الحلبيون يمكنهم إعادة تأهيل المدينة وإعادة ترميمها من جديد. ولذلك دعيني أن لا أجيب على هذا السؤال، وإنما أستضيف الأستاذ أحمد الشهابي مدير المدينة القديمة في مدينة حلب والذي كان له دور كبير في إعادة إعمار هذا السوق ويشرف بشكل أساسي على إعادة إعمار أسواق مدينة حلب، بالإضافة بالتشاركية مع جمعيات أهلية وجمعيات محلية هنا في مدينة حلب. أستاذ أحمد يعطيك العافية. تجربة سوق خان الحرير أو سوق المجيدية تقريبا هي التجربة الأبرز اليوم أمامنا لإعادة أعمار المدينة القديمة في حلب وفق النظم الآثار اليونسكو. تحكينا عن هذه التجربة. يعطيك العافية أول شيء أستاذي الكريم. هلأ نحن عم نحكي بسوق المجيدية، هو أحد المداخل الرئيسية لأسواق المدينة المغطاة، اللي مثل ما بتعرف حضرتك والجميع هي شريان أو العصب التجاري لمدينة حلب. نال هذا السوق ما ناله من دمار نتيجة الإرهاب اللي دخل على مدينة حلب. تفضلت حضرتك قربه من الجامع الأموي
النووي كان بموقع اشتباك تعرض لحجم دمار أكبر. طبعا الأعمال اللي تمت بسوق خان الحرير أو سوق المجيدية هي تمت بموجب اتفاقية بين المديرية العامة للأثار والمتاحف ومحافظة حلب ومجلس مدينة حلب والأمانة السورية للتنمية ومؤسسة الأغا خان. هدول الشركاء اللي كان لهم أداء على أرض الواقع. طبعا تقدرت الأضرار، تقيمت الأضرار، كان في عنا هون بالجزء الجنوبي منه تهدمات لأسقف الغمس، قسم من الأسقف مدمر بالكامل. أضرار الأخف هي بالجزء الشمالي منه اللي هي القذائف نتيجة الأعمال الإرهابية. تم تقدير هذه الأضرار، تم وضع إدبارة تنفيذية مرت عن طريق اللجنة الفنية لحلب القديمة ولجنة حماية حلب القديمة. تمت المباشرة بالأعمال. الأعمال طبعا تضمنت بالإضافة للبنى التحتية اللي تم عن طريق مجلس المدينة، مديرية المدينة القديمة، مخاطبة كافة الدوائر الخدمية والمؤسسات الخدمية في حلب للتأكد من جهوزية البنى التحتية كصرف صحي، كمؤسسة مياه، كهاتف. مؤخرا تم تنفيذ البنى التحتية للطاقة الكهربائية، تغذية السوق بالطاقة الكهربائية. مثل ما شايف حضرتك حلب الكهرباء جاهزة حاليا. هلأ الأعمال خلينا نقول الإنشائية المعمارية اللي طالت السوق، بناء أسقف الغمس، الواجهات، تنظيف الواجهات، جزء منها كان فاقد أعيد ترميمه بذات النوع، بذات المواصفة من الأحجار للمحافظة على طابع السوق. طبعا جميع أعمال الترميم ملتزمين فيها بالشركاء اللي هن جهاز الإشراف معنا مديرية أثار ومتاحف حلب وفق معايير الترميم المعتمدة دوليا، كون هذا السوق وأسواق المدينة كلها خلينا نقول أثري تاريخي مسجل بذاته. فكنا دقيقين جدا بأعمال الترميم بالإشراف. طبعا الأعمال اللي تمت بهذا السوق كلها لنا الفخر أن تكون هي بكوادر وطنية. أستاذ أحمد، قديش طول معنا ترميم هذا السوق تقريبا؟ قديش أخذ معكم وقت؟ وقديش ممكن يكون هذا الترميم هو نموذج لترميم قادم؟ هلا هو تقريبا فعليا يعني إذا حكينا بأمر المباشر وانتهاء الأعمال بحدود 8 أشهر تم في إنجاز الأعمال كأعمال أتلك مدنية معمارية. طبعا السوق بتضمن 60 محل تجاري معروفة المهن تبعيتهم. القسم الأول نحن اللي واقفين فيه حاليا هو أعمال الضيافة أو بيع الضيافة اللي هي بمناسبات الأعياد تنباع فيه. كان في بس سؤال، كان في عندنا بحلب فعالية بما أنك أشرت للأمانة السورية للتنمية وثيقة لإعادة ترميم المدينة القديمة، تحكي لي عنها بشكل مختصر وسريع إذا بتريد. تمام. هلا الوثيقة اللي هي بتضمن استراتيجية إعادة إنجاز تعبير احياء او تاهيل الطريق المستقيم اللي هو بتالف من 9 اسواق بندخل من باب انطاكه وصولا لسوق الزرب المطل على القلعه. هالاستراتيجيه هي طبعا اخذت الطريق المستقيم، ونحن مشان نحيي الطريق المستقيم بدنا نكون امننا المداخل السلسه لدوران العجله الاقتصاديه واعاده الحياه او نبض الحياه لهذه الاسواق. نعم رضا، هل تسمعني؟ تجاوزنا الوقت المحدد. بعد ما تقدرت الاضرار فيها، توصفت، توثقت. مشكور جدا استاذ احمد، يعطيك العافيه. نعم فتون اسمعك. كما اشار الاستاذ احمد الشهاب مدير المدينه القديمه في حلب، هذا السوق وسوق ايضا اخر هو تمهيد لترميم 9 اسواق لربما ستكون خلال العام القادم. جيد جدا، شكرا لك زميلنا رضا الباشا، كنت معنا مباشره من خان الحرير من حلب. اعود اليك ضيفنا هنا الدكتور حيان سليمان، نسألك عن حلب مباشرة بما أن الزميل رضا الباشا كان يتحدث عنها مع ضيفها. أسواق حلب القديمة فعليا شكلت عنصر جذب كبير للسياح، 37 سوق من أسواق حلب القديمة دخلت موسوعة جينيس تعود للقرن الرابع قبل الميلاد، تدمرت بشكل كبير جدا. يعني حلب من أكثر المناطق التي دفعت تكلفة في الحرب على سوريا، لكنها تريد أن تنهض من ركام الحرب. كيف تقيم واقع هذه الأسواق؟ سيدتي، قد يكون من حسن حظي أنني أنهيت دراستي الجامعية في حلب فأعرفها جيدا. حلب صمدت صمودا تجاوز حتى صمود بطرسبورغ، ومن هنا الروسية السوفيتية، الحرب العالمية الثانية، ومن هنا كان هذا التدمير الممنهج الذي مارسته هذه العصابات الإرهابية الكافرة التكفيرية على حلب. عندما تصل إلى حلب أول ما تشاهد قلعة حلب التي رجال الله في الأرض، رجال الجيش العربي السوري، استبسلوا استبسالا أسطوريا لحمايتها، ثم يأتيك سوق الحرير، ثم سوق خان الجمرك، ثم السوق القديم مدينة القديمة، ثم سوق الساعة، وإلى آخره. عشرات الأسواق تم تدميرها، تم سرقتها. وإذا لاحظت ملاحظة ذكرها زميلنا الأستاذ محمد خضر، بوجه له التحية من حمص ومن حلب أيضا الباشا، على أن سوريا تميز عن كل دول العالم
لأن يعني الأسواق القديمة لها مزايا خاصة بها. أول مزية أنها مسقوفة. هنا سؤال يسأل اقتصاديا، لماذا مسقوفة؟ لأنها كانت ورشة عمل اقتصادية تعمل بالصيف والشتاء وتتناول كل المهن. على بعد عدة كيلومترات من هنا سيدتي تجدين أن سوق الحميدية، وهناك السورية أول بلد أعطت العالم الأبجدية وأعطته أول سوق بالعالم. لو خرجت على الموضوع بنصف دقيقة، كثيرا من العائلات السورية اتخذت من اسمها أو من لقبها من السوق الذي عاشت به. صحيح. وكثيرا من المحلات هناك تجلب النكتة، مثلا لدينا هنا سوق شعبي اسمه تفضلي من النساء، هناك سوق آخر هم يعني الميسورين من الأموال له اسم معين، كل اسم أخذ أو كل سوق أخذ اسم. أنا سأركز على النهضة الاقتصادية. أول ما تدخلي أي سوق قديم ترين أن المنافسة مفتوحة، ترين على أن السلع متنوعة. هنا تقسم الأسواق إلى نوعين، أسواق تخصصية مثلا سوق النحاسين، سوق الحدادين. صحيح. سوق العطورات، سوق البذور، وهذا بحلب وبحمص وبالعصرونية وإلى آخره. طيب. وأقول لك طيب يا أكثر دكتور، كي نستفيد منك أكثر، كنكتة جميلة. هنا يوجد في هذه المدينة أقدم عاصمة مهولة سوق يدعى شعبيا سوق التنابل. صحيح. سوق التنابل لمن لا يعرف، في الكوسة المحفورة والبطاطا المحفورة والخضرة المقطعة، هو اللي فئات الميسورة تشتري المواد منه. طيب. وهناك طيب سوق النسوان أيضا. بعجالة، كيف تسهم فعليا الأسواق القديمة في دعم اقتصاد سوريا، خصوصا أن سوريا فقدت ثلثي مقدراتها في الحرب عليها؟ لا نعم نعم، فقدنا أكثر من ثلثين، نحتاج إلى أكثر من 425 مليار دولار للعودة. لكن أصدقك القول لخصناها بكلمتين، الأمل بالعمل. صحيح. وبدأنا، نعم نحن بدأنا نعود إلى الدور الاقتصادي. أما حول الأسواق، هذه الأسواق بتعريفها الاقتصادي هي لقاء بين البائع والشارع. نعم. بين المنتج وبين المستهلك، ودائما مع الإشارة أن كل منتج هو مستهلك وليس كل مستهلك هو منتج، تسارع في تداول الأموال. وأعطي مثال لمسته يعني شخص بشكل شخصي، على أن أغلب الزبائن بالسوق الشعبي يعرفون بعضهم البعض، فيتعاملون بعلاقة الدائن والمدين وعلى الثقة. تضم سلع مختلفة متنوعة من السلع الرخيصة إلى السلع الغالية. يعني أقدم حجر بأي سوق من أسواق دمشق هو أقدم من أي بناء بأمريكا 1776، لها طابع تاريخي، لها طابع سياحي. أتمنى فعلا منكم وضيوف أهلا وسهلا فيكم أن تذهبوا إلى أي سوق على الآن الظرف خاص لترون السياح الأجانب. طيب هناك جدا. مثلا طيب لا تدخل إلى السياح، سنتحدث عنها بعد قليل، إلى السلع اليدوية. لذلك السوق يعجل السرعة الاقتصادية. طيب. هناك تعاقد مباشر بين السوق وبين المنتج مباشرة، وخاصة بالسلع الشعبية. طيب. يعني وصلت الفكرة، لأنه أكاد أقول لك أن السوق القديمة هي التي تحدد المنحة الاستثماري للمنتج والمستهلك. طيب. جيد جدا. الآن أيضا السياحة في الساحل السوري، نتحدث عن عروس جبل اللاذقية مشاهدينا كما يسمونها في مشقيطة، هي بلدة قديمة متوجة بمساحات خضراء كبيرة جدا، وتحتضن بحيرات على تعد من مقاصد السياحة الطبيعية في سوريا. تشير الدراسات أيضا إلى أن مشقيطة بلدة سريانية فيها من التاريخ الكثير. كاميرا الميادين زارت هذه البلدة ونقلت بعضا من جمالها. تقرير لموفدة الميادين إلى هناك هبة محمود. عندما قررنا الابتعاد قليلا عن مدينة اللاذقية وبحرها والتعرف أكثر على ريفها، رافقتنا المياه أينما تحركنا. إننا الآن أمام واحدة من سبع بحيرات في بلدة مشقيطة. مشقيطة شمال شرق اللاذقية، أو مسقيطة كما كانت تلفظ بالسريانية القديمة، وتعني الأرض المروية، ولا داعي لتفسير سبب تسميتها كذلك. ولا تصلح زيارة مشقيطة دون جولة على أحد قواربها وبين بحيراتها. ولجمال البلدة الحاضر بقوة جوانب أخرى تتعلق بمطالب خدمية خاصة لأصحاب الأعمال السياحية.
معرض انه الطريق صعب عم يجوا عليها السياح، بس اذا وزاره السياحه بتعمل دعايه هسه لمشقيتها بصير السياح يجوا عليها دبل. كل يوم نجي العالم بتروح عنا وادي، نحن لا عم نطلع تمشي هاي كل يوم الصبح لهون. يعني قد ما كنتي تعباني هالمناظر هاي بتخليك بترتاحي. ولا تصلح زيارة ريف اللاذقية دون المرور على أحد أفران التنور وتناول أشهى المنتجات القروية. هبة محمود، مشقيتة، الميادين. إذا مشاهدينا الكرام بهذا التقرير بمناظره الجميلة والخلابة في مشقيت عروس الساحل نختتم القسم الأول من تغطية القسم في سوريا. أشكر ضيفي هنا الدكتور حيان سلمان الأستاذ في الاقتصاد في جامعة دمشق، شكرا لك دكتور. وأنتقل مباشرة إليك زميلنا في طهران عبد الرحمن عز الدين لنتابع هذه التغطية حول تغطية القسم الرئاسي للرئيس إبراهيم رئيسي. تفضل عبد الرحمن. شكرا لك فتون، وشكرا أيضا للزملاء رضا الباشا وهبة محمود على هذه التقارير الجميلة أيضا من سوريا. إذا مشاهدينا، نحو شهر يفصل الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي عن تسلم مهامه الرئاسية. في هذه الفترة أيضا مشاهدينا نعود ونرحب بضيفنا هنا في استوديوهات الميادين مختار حداد. وقبل أن نبدأ النقاش مع ضيفنا مشاهدينا، جرت اليوم مراسم تسليم وتسلم رئاسة السلطة القضائية بحضور رئيس السلطة القضائية السابق إبراهيم رئيسي والرئيس الجديد محسن إيجائي. وخلال مراسم تسليم وتسلم رئاسة السلطة القضائية أكد رئيسي أن حكومته المقبلة ستركز على مسألة الرقابة والعدالة والقانون. سنركز في الحكومة المقبلة على مسألة الرقابة التي يجب أن تحظى باحترام خاص في جميع أركان النظام، لأن الرقابة هي التي تضمن تنفيذ العدالة والقانون وحقوق المواطنين. نأمل أن تتعاون السلطات الثلاث في البلاد لخدمة الشعب. السيد محسن إيجائي ساهم في تحقيق تقدم جيد في السلطة القضائية، لكن اسمه بقي مجهولا. مساعينا في السلطة القضائية كانت وستبقى تهدف إلى الحفاظ على حقوق الإنسان وفق تعاليمنا الدينية، بينما يحاول آخرون فرض عقوبات علينا بحجة حقوق الإنسان، وعلى رأسهم كندا التي نشاهد كل يوم جرائمها ضد السكان الأصليين. الرئيس الإيراني المنتخب مشاهدين وصف فلسطين بأنها رمز تضامن العالم الإسلامي، مؤكدا أن الدفاع عن الشعب الفلسطيني يعد ضمانة استقرار الأمن الإقليمي. موقف إبراهيم رئيسي جاء في مكالمة أجراها مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، حيث ناقشا سبل التعاون في القضايا المشتركة التي تهم البلدين وتطوير العلاقات في المجالات كافة. كما تطرق الطرفان إلى الوضع في أفغانستان وأكدا دعمهما الكامل للشعب الأفغاني. ولا مشاهدين نبدأ حوارنا مع الأستاذ مختار حداد. أهلا بك مجددا أستاذ مختار حداد. بالتأكيد سنتحدث عن الملفات الخارجية لأنها كثيرة أيضا اليوم في إيران، ولكن نبدأ بالحراك الداخلي الحاصل. مكتب السيد إبراهيم رئيسي بحسب المعلومات هنا في إيران يتواصل مع الجميع اليوم في إيران، حتى أبرز المعارضين ربما يتصل بهم السيد إبراهيم رئيسي ليستمع إلى وجهات نظرهم. هل هذا يعني أن السيد إبراهيم رئيسي قرر أن يشكل حكومة يكون فيها أوسع تمثيل كما تحدث ربما في الحملات الانتخابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمشاهديكم. في الحقيقة يعني السيد رئيسي سجل السابق دولية غير معهودة، وهو الآن نرى أن الشعب يشارك في انتخاب المسؤولين. يعني أولا السيد رئيسي ووعد بأنه سيقوم بفتح موقع ليقدم الشعب والنخب الأشخاص الكفؤين الذين يتمتعون يعني بصفات الكفاءة، مكافحة الفساد، ويكون لديهم شعبية عند المواطن والشعب الإيراني، ويكون لديهم عزيمة ثورية.
وسيختار هؤلاء داخل الحكومة، ولكن هناك سيشارك الشعب في اختيار هؤلاء بغض النظر عن توجه السياسي. بغض النظر عن توجههم السياسي، يعني الشعب والمواطنين والنخب يمكنهم من خلال مراجعة هذا الموقع الذي تم تسميته أصحاب رئيسي يقدموا الأشخاص الكفؤين، أو حتى هناك أشخاص يشعروا يعني بأنهم كفؤين يمكن أن يسجلوا أسماءهم ويقدموا السيرة الذاتية ويختاروا يعني المنصب الذي يناسبهم ويقدموا يعني هذه السيرة. وهناك يعني لجان شكلها السيد رئيسي سيقوم بدراسة هذه السيرة الذاتية. أما بالنسبة للموضوع الآخر، يعني السيد رئيسي الآن تواصل مع جميع فئات الشعب الإيراني سواء من القوميات المختلفة، الأقليات الدينية. هو السيد رئيسي يقول لا تستخدم كلمة الأقليات الدينية لأنه هؤلاء جميع يعني جميعهم الشعب الإيراني ولا فرق يعني بين أبناء الشعب الإيراني، ولكن يعني تواصل مع هؤلاء وحتى مع المعارضين. يعني هناك أشخاص يعارضون سياسات بعض السياسات في البلاد أو يعارضون سياسات حكومتهم. حتى بعض المعارضين في التيار الإصلاحي قال أنه تفاجأ أنه مكتب السيد رئيسي تواصل معه وطلب منه أن يبدي وجهة نظره. نعم تفاجأوا يعني بعض هؤلاء من المعارضين يعني المعروفين بأنهم معارضين شديدين في المعارضة، ولكن السيد رئيسي تواصل معهم، مكتب السيد رئيسي تواصل وطلب بأنه يقدموا آرائهم أو أفكارهم ويقدموا مقترحاتهم. فلذلك السيد رئيسي الآن يريد تحقق يعني أول شعار في حملاته الانتخابية وهو مشاركة الجميع في هذه الحكومة، يعني تكون حكومة جميع أبناء الشعب الإيراني بغض النظر عن انتمائه السياسي أو القومي، يعني تكون حكومة الشعب الإيراني. يعني في إيران اليوم رئيس يسعى إلى توحيد صفوف الإيرانيين خلف حكومته المنتظرة، ربما أيضا هذا ما يبرر تصريحات إصلاحية من التيار الإصلاحي أستاذ مختار السيد داريوش قنبري الذي قال أن السيد رئيسي يمكنه تشكيل حكومة شاملة لكل التيارات. هذا انفتاح إصلاحي يمكن اعتباره تجاه السيد رئيسي؟ نعم من المؤكد. يعني عادة نحن رأينا يعني بعد نهاية مرحلة الدفاع المقدس والحرب المفروضة، الحكومات التي جاءت يعني إلى إيران يعني بدءا من حكومة الشيخ هاشم رفسنجاني، هؤلاء كانت تنتمي إلى تيار وكانوا يأتوا بوزراء أو أشخاص في إدارة الحكومة من تيارهم، يعني تيار الشيخ رفسنجاني، بعده خلال فترة الرئيس خاتمي تيار يعني الإصلاحي، بعده الرئيس أحمد نجاد التيار المنتمي إليه وحتى الآن. ولكن يعني هاي لأول مرة أنه يأتي رئيس يقوم يعني يريد تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع التيارات. صحيح حتى في تلك الحكومات يعني كان ممكن يعني في فترة مثلا الرئيس خاتمي كان وزير أو وزيرين من التيار الأصولي أو المحافظ، ولكن واضح أن السيد رئيسي يريد أن يعمل على أمر أوسع من ذلك ويشارك فيه جميع الأشخاص، حتى ممكن أشخاص نرى يعني بعض المدراء سيكون من أشخاص ممكن كانوا هم فترة من المعارضين. أستاذ مختار، ربما أيضا هناك كان نقطة لافتة وهو اجتماع السيد إبراهيم رئيسي أيضا مع جميع المنافسين في الانتخابات الرئاسية التي حصلت واستمع أيضا لوجهات نظرهم. فلسطين كانت حاضرة في اتصال السيد إبراهيم رئيسي وعمران خان، فلسطين مشاهدة حاضرة في صميم الجمهورية الإسلامية في إيران، حاضرة أيضا في حواضرها وشوارعها وساحاتها وجدرانها. الإيرانيون ومنذ انتصار الثورة الإسلامية رفعوا شعارات أولها تحرير القدس، حتى بات اليوم شعار القدس أقرب وأكثر يقينا. تقرير مفادة الميادين إلى إيران بسان طراف. نحو 1557 كيلومترا هي المسافة بين طهران والقدس، ورغم طول المسافة فالقدس باتت أقرب من أي وقت مضى، يقول الإيرانيون هنا. من يزور مدن إيران وعاصمتها طهران لا يمكن إلا أن يشعر بنبض فلسطين في كل ساحاتها وباحاتها وأركانها وحتى جدرانها. لأطفال غزة هنا في شمال طهران كل المكان هو شارعهم
سمي باسمهم كبلدهم المحفور في قلب العاصمة. وهنا أيضا أمام مبنى الأمم المتحدة تدوي صرخات الإيرانيين لأجلهم. أطفال غزة ليسوا وحدهم هنا، هنا أيضا من حمل رايتهم كالأمريكية راشيل كوري التي قدمت دماءها فداء لقضيتهم. وهنا أيضا قادتهم الشهداء الذين قارعوا عدوهم من أحمد قصير، محمد أشمر، الحاج عماد مغني، السيد عباس الموسوي، القائد أبو مهدي المهندس، وطبعا الفريق قاسم سليماني. محمد رسول الله. هي دماء امتزجت على طريق القدس، وبينها دماء الشهيد حسن طهراني مقدم الذي أوصى بأن يكتب على مدفنه عبارة: هنا ضريح من أراد زوال إسرائيل من الوجود. بسانت الراف طهران، الميادين. إذا مشاهدينا هكذا هي فلسطين هنا في إيران، حاضرة في كل الشوارع أستاذ مختار، يعني أينما يولي وجهه الإنسان هنا في إيران سيتذكر حكما فلسطين، وهي حاضرة في اتصالات السيد إبراهيم رئيسي الرئيس الجديد المنتخب في اتصاله مع عمران خان، يقول أن الدفاع عن الشعب الفلسطيني يعد ضمانة استقرار الأمن الإقليمي. ما المقصود بذلك مع التذكير أن السيد إبراهيم رئيسي أيضا تحدث عن فلسطين في مؤتمره الصحفي الأول؟ نعم، يعني فلسطين والموضوع الفلسطيني والقضية الفلسطينية هي ضمن عقيدة الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية، والجمهورية الإسلامية تعتبر يعني دعم الشعب الفلسطيني هذا واجب عليها وهذا أمر يعني معروف. ولكن يعني واضح من كلام السيد رئيسي أنه القضية الفلسطينية هي ستبقى أولوية في حكومته، يعني أولا دعم الشعب الفلسطيني، دعم محور المقاومة، دعم حركات المقاومة التي تواجه الكيان الصهيوني. يعني واضح من كلام السيد رئيسي بأنه عندما يعني يؤكد على هذا الموضوع بأنه وجود الكيان الصهيوني هو سبب عدم الاستقرار في هذه المنطقة. فمن هذا المنطلق يعني الحكومة القادمة واضح ستستمر على هذا النهج، وهذا النهج وليس النهج الحكومات في إيران أو حكومة معينة، هذا النهج الجمهورية الإسلامية والنهج جميع الحكومات في إيران. يعني بغض النظر عن القضايا الداخلية في إيران، ولكن موضوع دعم الشعب الفلسطيني سواء عند الإصلاحيين أو المحافظين أو المعتدلين مسلمات، يعني هذا واضح، يعني الشعب الإيراني بجميع فئاته وبجميع انتماءاته ومن ضمن الشعب يعني الحكومة هم يدعمون الشعب الفلسطيني ويدعمون محور المقاومة. فلذلك يعني أنا أعتقد خلال الفترة القادمة سنرى دعم أكبر من جانب حكومة السيد رئيسي لقضايا محور المقاومة. نعم، لأنه السبب عدم الاستقرار في هذه المنطقة يعني هو الكيان الصهيوني. طيب أستاذ مختار، أيضا فيما يخص نهج إيران المقبل في فترة السيد إبراهيم رئيسي، صحيفة رسالات الأصولية تحدثت عن أسباب تغيير الموقف السعودي تجاه إيران، وتحدثت أنه وصول حكومة جو بايدن في الولايات المتحدة الأمريكية أو الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض هو السبب الأساسي لهذا التغير في الموقف تجاه إيران. هل فعلا لمستم تغير فيما يخص التوجه السعودي تجاه إيران؟ وأين أصبح الحوار السعودي الإيراني اليوم؟ نعم، يعني هناك الآن يوجد حوار مهم بين إيران والسعودية، وتم التوصل إلى أمور مهمة يعني الآن لا يمكن الكشف عنها لأنه هذا الحوار مستمر، والجانبين يعني يؤكدون على سرية ما يطرح في داخل هذا الحوار، ولكن توصلوا إلى نقاط مهمة. يعني خلال الأشهر وحتى ممكن أن نقول الأسابيع القادمة سنرى بعض الأمور، يعني ممكن البعض يتفاجأ في المنطقة، ولكن يعني أنا أعتقد رسالة وزير الخارجية السعودي إلى إيران في هذه المرحلة يعني وكان يريد إيصال بأنه السعودية تريد الحوار حتى مع الحكومة الجديدة في إيران، وهذا الحوار سيستمر في الحكومة الجديدة في حكومة الرئيس روحاني، وأصلاً الرئيس رئيسي، نعم لأنه تعودنا يعني على الرئيس روحاني 8 سنوات. نعم 8 سنوات، يعني الرئيس رئيسي
أولويتي في السياسة الخارجية هو دعم العلاقات وتطوير العلاقات مع دول المنطقة. فلذلك الأسابيع والأشهر القليلة القادمة سنشهد يعني فيها تطورات لافتة بالنسبة للعلاقات بين إيران والسعودية. يعني هذا كلام أستاذ مختار، وأنا أحترم أن هناك بعض الأمور التي لا يمكن البوح فيها ربما بالإعلام، يجب أن تبقى سرية، ولكن أنت تقول الآن أن هناك تطور على مستوى هذا الحوار. نعم، يعني تطور إيجابيات، تطورات تطور إيجابية مهم ستنعكس على قضايا المنطقة، سينعكس على قضايا المنطقة، هذا من المؤكد. وأعتقد الآن السعوديين عرفوا بأنه يعني لا يمكن الاستمرار في هذه الحرب الظالمة ضد الشعب اليمني. وأنا أعتقد يعني الأمور الآن تتجه إلى تغيير بعض القضايا في المنطقة، وهذا الحوار من المؤكد سيؤثر على هذه التطورات في المنطقة أو هذه الملفات في المنطقة، خاصة الموضوع اليمني. خاصة الموضوع اليمني. نعم. بالنسبة للموضوع الأفغاني، هل نتوقع أيضا تعاون على المستوى السعودي الإيراني؟ لأنه هناك كان تصريح لافت من السفير الإيراني في أفغانستان يقول أنه الانسحاب الغربي من أفغانستان بهذه الطريقة غير مسؤول. صحيفة أفتاء بيزد أيضا تتحدث أنه هل ستواجه إيران موجة هجرة أفغانية جديدة بعد خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، مع الإشارة لأنه 1000 جندي أفغاني اليوم توجهوا إلى حدود طاجكستان، عبروا باتجاه طاجكستان هروبا من طالبان. هل يمكن أن يكون هناك تعاون سعودي إيراني في أفغانستان ربما لسد الفراغ؟ من المؤكد دائما أي كل فترة كان هناك حوار بين إيران والسعودية، قضايا المنطقة كانت حاضرة ومنها الموضوع الأفغاني، لأن هذا موضوع يعني مهم بالنسبة لإيران والمنطقة، يعني ليس فقط السعودية بل الإمارات حتى وحتى دولة قطر. فلذلك يعني هذا الملف يعني سيكون مطروح في هذا الحوار، خاصة يعني هو الآن هذا ملف يعني يشكل بشكل ما خطر على مستقبل المنطقة، لأنه يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها اعتقاد بأنه طالبان حركة موجودة، يعني حركة موجودة لديها الآن يعني شعبية من جانب بعض أو أجزاء من الشعب الأفغاني، وهي حقيقة موجودة على الأرض الأفغانية. ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد أن حركة طالبان إذا تريد أن يكون لديها دور سياسي تشارك ضمن الحكومة الأفغانية الحالية. ولكن هناك من يصوب باتجاه إيران يقول أن هناك تعاون بينها وبين طالبان. لا هذا ليس تعاون، يعني إيران الآن أمريكا لديها تواصل، دول المنطقة السعودية قطر الإمارات حتى باكستان لديهم تواصل، لأنه هذه حركة لديها يعني أنا قلت شعبية واسعة الآن داخل أفغانستان. ولكن هذا ليس بالتأكيد بأنه إيران تؤيد بعض سياسات هذه الحركة. إيران تقول بأنه من خلال الحوار الأفغاني تأتي وتشارك حركة طالبان داخل الحكومة الأفغانية، أما أن تشكل يعني حكومة من جانب طالبان هذا من المؤكد خط أحمر بالنسبة للجمهورية الإسلامية. سأكمل معك النقاش أستاذ مختار، لأنه أيضا يجب أن نتحدث عن محادثات فيينا. ولكن قبل ذلك مشاهدينا، وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أنها تواصل السعي للكشف عن مصير الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة الذين تم اختطافهم خلال الاحتلال الإسرائيلي للبنان عام 1982. وفي بيان لها بذكرى الاختطاف، حملت الخارجية تل أبيب مسؤولية اختطافهم، وقالت إن طهران اتخذت إجراءات واسعة لمتابعة القضية في المنظمات الدولية والإقليمية، إلا أن حكومة الاحتلال امتنعت عن تقديم أي رد أو توضيح. أكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أن انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاق النووي هو أساس الأزمة الحالية بشأن البرنامج النووي الإيراني. جاء ذلك في تغريدة لها على تويتر قالت فيها إنه يجب على الولايات المتحدة تصحيح أخطائها برفعها الكامل للعقوبات غير القانونية على إيران من أجل النجاح في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني. إذا مشاهدينا، نعود للحديث مع أستاذ مختار. هنا لابد أن نسأل عن مصير الدبلوماسيين الأربعة، إن كان هناك من أي شيء جديد أستاذ مختار. وهذا يعني كان واضح الكلام من وزارة الخارجية الإيرانية، تحميل مسؤولية لإسرائيل بشكل مباشر. نعم، يعني هناك الآن لا يوجد يعني تقارير جديدة حول مصير الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة المختطفين، ولكن يعني هناك حسب آخر التقارير وما يعني وصل إلى الجمهورية الإسلامية أو ما شاهدوه يعني بعض الأشخاص، يعني المسؤولية تقع على عاتق الكيان الصهيوني، يعني في تلك الفترة كانت موجودة متواجدة على الأراضي اللبنانية، كان لديها تعاون مع بعض الجهات، فيعني هؤلاء الآن يعني هم المسؤولين الرئيسيين على مصير الدبلوماسيين الأربعة. من المؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع هذا الملف يعني حتى التوصل إلى نتيجة في هذا المجال. صحيح هناك نشرت يعني بعض الأخبار عن
مصير هؤلاء، ولكن هذا لم يتم التأكيد عنه حتى. طيب أستاذ مختار، فيما يخص اليوم المفاوضات في فيينا، الجميع ينتظر، يعني البعض كان يتحدث عن إيجابيات، البعض تمهل، البعض قال أنه لا ربما تتعرقل الأمور. هذا التصريح الصيني للمتحدثة باسم الخارجية الصينية التي تؤكد أن انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب هو سبب الأزمة، إلى أين تتجه هذه المفاوضات التي من المرتقب أن تشهد جولة أخيرة في الأيام المقبلة؟ نعم، يعني ليس خلال الأيام القادمة سنرى جولة جديدة. الجولة الجديدة سيتم أو ستنطلق عندما الولايات المتحدة تتخذ قرارها النهائي. يعني إيران اتخذت قرارها، يعني إيران كان لديها شرط، وهذا الشرط لن تتنازل عنه. أولا رفع جميع العقوبات وتقديم ضمانات، هذا لن تتنازل عنه إيران، لأنه يعني الولايات المتحدة عندما خرجت من الاتفاق النووي، أولا خرجت من الاتفاق، انتهكت قرار 2231، ومن ثم قامت ببناء نظام عقوبات بذريعة الخروج من الاتفاق النووي، وعادت الكثير من العقوبات التي كانت موجودة قبل الاتفاق النووي. فلذلك هي يجب الآن أن تتخذ القرار، ولكن للأسف الشديد يعني إدارة بايدن بالرغم من أنه تدعي بأنها تريد التعويض عن أخطاء الرئيس السابق، ولكن هي مستمرة على هذا النهج وتستخدم ورقة العقوبات لطرح ملفات أخرى، خاصة الملف الإقليمي. وهذا ممكن يعني لا أقول لا أستطيع أن أؤكده، ولكن طرحته بشكل ما خلال هذه الفترة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، طرحته ملفات الإقليمية في المفاوضات. طرحته يعني حتى للأسف الشديد يعني عندما حدثت الحرب في فلسطين، يعني معركة سيف النصر، رأينا يعني الولايات المتحدة قامت ببعض الإجراءات أو اتخذت بعض القرارات خلال خلال المفاوضات النووية. وإيران من المؤكد لا تسمح يعني طرح مواضيع أخرى خارج عن موضوع الملف النووي أو المفاوضات أو الاتفاق النووي ضمن هذه المفاوضات. هذا ما أكده السيد رئيسي في مؤتمره الصحفي الأول. نعم. إذن الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ مختار طرحت قضايا إقليمية في المفاوضات في فيينا، يعني هي لا تسعى فقط إلى اتفاق نووي أو العودة للاتفاق. نعم، النووي. نعم، طرحت عبر الوسطاء، ولكن إيران أصلا لا تهتم. نعم، وإيران من المؤكد لا، وهم أصلا حاولوا ابتزاز إيران. يعني عندما كانت هناك توجد مفاوضات وكان وزير الخارجية الإيراني على وشك أن يزور فيينا، رفعوا الأعلام الصهيونية إلى جانب الأعلام النمساوية في فيينا، ورأينا يعني كيف وزير الخارجية الإيراني ألغى زيارته، وهذا يعني شيء كان مخطط ومدبر له من جانب الأمريكيين. أستاذ مختار، بدقيقة، هناك اليوم انتظار لتشكيلة حكومية في إيران، ولكن الحديث يدور اليوم عن شخص وزير الخارجية في إيران. لماذا هذا الحديث؟ وما أهمية وزارة الخارجية في إيران؟ وزارة الخارجية لديها دور مهم. وزير الخارجية هو من ينفذ ويتابع سياسات العليا للبلاد في مجال السياسة الخارجية. هناك طرحت الكثير من الأسماء، ولكن من المؤكد وزير الخارجية القادم سيكون من الدبلوماسيين الكفؤين والمحترفين، يعني هو يكون دبلوماسي محترف وعمل سنوات كثيرة خلال وزارة الخارجية. ما اسمه؟ يعني هناك نعتقد الأوفر حظا الآن هو السيد أمير عبد اللهيان، السيد عباس عراقشي، والسيد باقر كاني. ولكن لم تحسم حتى الآن الشخصية التي ستتولى المنصب. لم تحسم، هناك الآن كثير من القوائم تأتي، ولكن أعتقد الشعب سيتفاجأ بالتسليح. على كل حال نحن سنتابع بشكل يومي إلى حين الإعلان عن اسم وزير الخارجية وتشكيلة حكومة السيد إبراهيم رئيسي جميع هذه الوزراء الذين سيكونون موجودون في هذه الحكومة. كل الشكر لك الأستاذ مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، على وجودك معنا اليوم في هذه التغطية. شكرا لكم. مشاهدينا، لهنا نصل إلى ختام هذا الجزء أيضا من هذه التغطية، تغطية القسم المشتركة ما بين هنا ودمشق، ونعود الآن إلى دمشق والزميلة فتون عباسي. شكرا لك عبد الرحمن، وشكرا أيضا لضيفك في الاستوديو ولكل من يتابعنا من طهران المقاومة. إذن مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في تغطية القسم من دمشق وأيضا من طهران، من دمشق حتى أداء الرئيس السوري بشار الأسد القسم الرئاسية. ألقاكم على خير اليوم وغدا وكل يوم حتى هذا الموعد، دمتم سالمين.